الأستاذة الدكتورة نهى عدلي مساعد أول السيد وزير الاتصالات، الأستاذ محمد مراد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة جوجل، السادة الضيوف الكرام من فريق عمل جوجل ومن الجامعات المصرية المرموقة، أهلا بكم. تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نشهد اليوم إطلاق مبادرة وزارة الاتصالات مع شركة جوجل تحت عنوان تمكين الشباب للإبداع وريادة الأعمال في تطبيقات المحمول. هنبدأ اليوم بكلمة السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير زملائي وزملاتي في القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوزارة، جهات التابعة، شركات العالمية ممثلة في شركة جوجل والشركات المحلية ومنظمات العمل المدني والسادة والسادات من الإعلام. يسعدني أن أنا أكون متواجد معكم النهاردة في حدث مهم جدا يأتي بعد أقل من أسبوعين من الحدث اللي أعلننا عنه في الخميس قبل الماضي، والخاص بتدريب 10,000 شاب مصري تحت عنوان التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبمساندة مالية من دولة الإمارات العربية الشقيقة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 50 مليون جنيه. النهاردة تأكيداً لنفس المسار واستراتيجية الدولة واستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أهمية الاهتمام بأهم عنصر فاعل في مجتمعنا المصري وهو عنصر الشباب، بنطلق مبادرة أخرى بالتعاون مع شركة عالمية رائدة وهي شركة جوجل لتمكين الشباب في مجال الموبايل كومبيوتينج اعتماداً على قدراته الإبداعية، وهو تأكيد آخر لالتزامنا الكامل وهو ما نؤكد عليه دائماً إن الشباب المصري وهو العنصر الفاعل والواعد في إن شاء الله تحقيق أملنا جميعاً لخلق مصر المستقبل، مصر الرائدة اللي بنتمناها جميعاً بالتعاون مع خبرات وخبراء القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا الخليط هو اللي بيؤكد دوماً مدى نجاحنا والتزمنا بهذه الأليات. كلنا نعلم أن الشباب والشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة هم عماد أي اقتصاد، سواء الدول المتقدمة أو الدول النامية التي حرزت التقدم، فما فيش شك أن عصب التقدم هو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وهو تأكيد آخر لما يتم التركيز عليه اليوم. عندما أعلننا استراتيجيتنا في النصف الأول من عام 2013 كان أهم المحاور هو الاهتمام بالشباب والاهتمام بالإبداع وريادة الأعمال، وهو تأكيد آخر لالتزامنا بهذه المنهجية وهذه الاستراتيجية. يمكن قلنا من ضمن خطط العمل التي التزمنا بها تحت الأهداف الاستراتيجية الثلاث، وهي التي تتلخص في خلق المجتمع الرقمي وفي نفس الوقت تحقيق الريادة في الأوفشورينج والأوتسورسينج، والهدف الثالث أن جعل مصر المركز العالمي لخدمات الإنترنت، كان هناك 7 محاور رئيسية أهمهم هو الشباب والابتكار وريادة الأعمال. وتحت هذه المحاور اتفقنا أن هناك 20 خطة عمل نعمل من خلالها جميعا. بالمناسبة هذا اليوم هناك 3 خطط عمل تم إعلان الاستراتيجية الخاصة بهم وهو بيتم التأكيد عليهم النهاردة. خطة العمل الأولى وهي الخاصة بالبرامج المفتوحة المصدر، ودي اللي كنا أطلقناها في ديسمبر 2013. النهاردة تأتي هذه المبادرة للتأكيد على أهمية اهتمام القطاع بالبرمجيات مفتوحة المصدر. الجزء الثاني
وما يتخص ما يختص بالموبايل أبليكيشنز. كلنا نعلم في مجتمع يواجه تحدي كبير جدا من ان احنا لازم ننشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطريقة ميسرة وسهلة وفي متناول الجميع. ما فيش شك ان الموبايل بيلعب دور اساسي، لان نسبة انتشار الموبايل النهاردة في السوق المصري او في مصر يتعدى 100%. وبالتالي النهاردة كان من المهم جدا ان احنا نأخذ هذا الانتشار في الاعتبار وبرمجيات الموبايل كمبيوتر. الجزء الثالث وهو الفاعل والهام وهو المحتوى الرقمي. كلنا نعلم مدى غناء مصر بخبرائها وبإمكانياتها في صناعة المحتوى الرقمي التي للأسف لم تترجم حتى الآن إلى آليات واضحة نستطيع أن نحقق فيها التطوير والنمو في هذا القطاع الهام. ولكن بمبادرات من القطاع وتعاون الجميع تم إعلان استراتيجية المحتوى الرقمي في نوفمبر من العام الماضي، وتم تفعيله، وبدي بداية حقيقية. أعتقد أن كل هذه الآليات سواء الأوبن سورس أو المحتوى الرقمي أو الموبايل كومبيوتينج تبقى انتجريتد تحت مبادرة بنطلقها اليوم. كل هذه الآليات أعتقد كقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نعلم مدى أهميتها. أنا بتوجه بجزيل الشكر لكل من عمل في الوصول بهذه المبادرة إلى ما سيتم الإعلان النهاردة عنه، بخص بالذكر الدكتورة نهى عدلي مساعد أول الوزير والمهندس محمد مراد المدير الإقليمي لجوجل. أنا أعلم أن هم بذلوا الكثير من الجهد حتى نستطيع أن نصل إلى إن شاء الله هذا الحدث الهام اللي أنا بعتبر تطور حقيقي في العلاقة ما بين شركة جوجل العالمية التي كنا ننتظر منها الكثير، ولكن هذه أعتقد أول إسهاماتها الفعلية. أنا عارف طبعا من الناحية التجارية جوجل كانت ناشطة في السوق المصري، ولكن هذا هو أول إسهام حقيقي. نتوجه لك بالشكر طبعا محمد مراد، وأنا طبعا زي ما شكرت دكتورة نهى بمعاونة طبعا كل زملائنا سواء في الوزارة أو في هيئة تنمية تكنولوجيا معلومات حتى نصل إلى هذه المبادرة اللي إن شاء الله هنعلن عن تفاصيلها عن طريق الدكتورة نهى والمهندس محمد مراد. بتوجه بالشكر لكم جميعا، كل ثقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى إن احنا إن شاء الله بتفعيل هذه الاستراتيجية وفي نفس الوقت هذه المبادرة احنا نتقدم في الطريق الصحيح نحو الوصول إلى المجتمع الرقمي اللي احنا بنسعى له جميعا، ونعلم جميعا مدى أهمية تطبيقاته ومدى أهمية عوائده سواء من التنمية المستدامة المجتمعية أو الاقتصادية. نحن نبني جميعا مع بعض يعني أجزاء متفرقة من استراتيجية نعلم تماما أنها استراتيجية متكاملة ستؤدي بنا في نهاية الطريق إلى تحقيق ما يسبق للمواطن المصري، وفي نفس الوقت يحقق مسؤوليتنا عن هذا القطاع الواعد الذي يستطيع أن يفعل الكثير لبناء مصر المستقبل، مصر اللي احنا نتمناها جميعا. واتمنى لحضراتكم إن شاء الله كل النجاح، واتمنى للقائمين على هذه المبادرة التنفيذ الفعلي اللي هيبقى له مردود إيجابي إن شاء الله. وشكرا. والآن مع عرض تقديمي على المبادرة تقدمه لنا الأستاذة الدكتورة نهى عدلي مساعد أول السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن هحاول ان انا ادي كده يعني نبذه سريعه عن الـ 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 الاهداف او الـ اللي احنا عايزين ان احنا نوصل لها في هذه المبادره، وده هيجي تاكيد على كلام السيد الوزير في كلمته. فاحنا الحقيقه المبادره دي هي بنهدف بيها ان احنا يعني كذا دايمنشن او كذا حاجه. حاجة منهم ان احنا تمكين ريادة الاعمال والشركات الصغيرة او الابتكار ان هو في مجال الموبايل ابليكيشنز،
وده اللي احنا شايفين هنشوف دلوقتي كمان ان التأثير بتاع الموبايل ابليكيشنز من الناحية الاقتصادية والاجتماعية عالي جدا، فده من الحاجات اللي احنا نحب ان احنا نعمل لها نستهدفها. المبادرة هتستهدف ان هي يبقى في عندنا توفير منح تدريبية لحوالي تقريبا 2000 متدرب، والمنح دي هيبقى معاها شهادات معتمدة دوليا اللي بتؤهل ان احنا ان هو يقدر في تخليق لفرص العمل لهؤلاء الـ2000 بحيث ان هم يبقوا قادرين على دخول مجال العمل في مجال تطوير الموبايل ابليكيشنز او التطبيقات المحمولة. بنهدف في هذه المبادرة ان انا يبقى في عندي تطوير لمئات من التطبيقات المحمول من الشباب المصري، وبرضو هيعقد مجموعة من المسابقات والفعاليات اللي هتؤدي إلى ان احنا نساهم في بناء 10 شركات ناشئة، ده الى جانب الى مجموعة اخرى كمان من الجوائز اللي خاصة للمنفردة او للافراد مش بس للشركات الناشئة. الحقيقة اللي احنا مهتمين بيه ان هذه المبادرة ما هيش مبادرة تدريب فقط، لا ده هي هتبقى مبادرة يعني فيها تدريب وفيها موضوع التوظيف او خلق المناخ للتوظيف، فهي هتبقى عبارة عن ان احنا هيبقى اولا هيحصل في شراكة مع مؤسسات تعليمية بحيث ان احنا يحصل في تعريب لمجموعة من الكورسات المهمة جدا علشان في مجال التطبيقات المحمول، واللي مهم جدا ان احنا كمان هيبقى في توفير ل زي ما نقول كوتشز او مدربين مصريين بيقوموا بالتوجيه والاشراف للشباب المصري اللي هيبقى يدخل في هذه الكورسات. وبهنا انا بكون ان انا يبقى في عندي مجال تعليمي في هذا المجال، والكلام ده هيكمل بعد المبادره بحيث ان انا الكورسات العربي هتفضل موجوده عندي، المدربين اللي هيتعلموا ان هم ازاي يعملوا التوجيه والاشراف في هذه الكورسات هيكونوا برضو اخذوا التدريب بتاعهم، فبالتالي يقدروا ان هم يكملوا معنا. فاحنا بنخلق المنصه علشان خاطر تنميه القدرات اللي هتكمل معنا بقى ان شاء الله بعد المبادره، زائد ان هو هيبقى فيه تفاعل ما بين يعني هنخلق منصة بحيث ان هو يحصل فيه الماتش ميكينج او ان احنا نقرب ما بين الطلبة او المتدربين اللي اخدوا كورسات وبقوا سيرتيفايد، وما بين المستثمرين وبين الشركات اللي تقدر انها تعمل توظيف لهؤلاء الشباب، او ان هم برضو الشباب دول يقدروا ان هم يحطوا يطبقوا افكارهم ومشاريعهم. يمكن الحاجه اللي شجعتنا على كده ان احنا بلقينا ان احنا نبص على السوق بتاع الموبايل ابلكيشنز شكله عامل ازاي، فلقينا ان الحقيقه ان الابلكيشنز على مجال الموبايل التطبيقات ابتدت انها تطغى على اي حاجه تانية. ومن الاحصائيات اللي وجدت ان في 2013 لقينا ان الوقت اللي مستخدم على الموبايل بيبقى 20% بس بيكون براوزنج، و80% على التطبيقات، والكلام ده زاد في 2014 ب 84%. فالاتجاه متجه دايما الى استخدام الابلكيشنز. الابلكيشنز دي ممكن انها تكون حاجات مختلفه، سواء جيم سواء اخبار سواء تطبيقات، يعني تطبيقات مختلفه على المحمول، فده يوري ان قد ايه ده مدي يعني مجال واعد علشان خاطر ان هو لتصنيع الموبايل ابلكيشنز واستخدامها. الحاجة التانية برضو ان احنا لقينا انه موضوع التطبيقات ده هو ده الموبايل ريفينيو بتاعه او الايراد بتاعه، ان هو يعني كان حتى في 2011 كان 8 مليار دولار دوليا، النهاردة بقى 35 مليار دولار دوليا. فواضح ان هو برضو بيدي فرصة كبيرة جدا علشان خاطر الاستثمار وعلشان خاطر ان هو يقدر ان هو يزود الريفينيوز او الايرادات بالنسبة للدخل في هذا المجال. والحاجة يمكن اللي
كومباين معاهم او بتندمج معاهم هو ان احنا لما جينا شفنا عدد الاستخدام السمارت فونز عالميا، فلقينا ان هي منطقه الشرق الاوسط والمينا ريجن ان احنا فيها عندنا 75 مليون شخص بيستخدم السمارت فونز، فلو اللي هي الهواتف الذكيه. فلو عملنا كده الكومبينيشن او يعني التكامل ما بين الثلاث حاجات دول وبعض، نلاقي ان دي حاجه مهمه جدا، او يعني ده مجال واعد جدا علشان خاطر ان احنا ننمي فيه القدرات، ونقدر ان احنا ننمي فيه الـ الشباب بتوعنا ان هم يقدروا ان هم يطوروا الابلكيشنز، ويقدروا ان هم يحققوا دخل ممتاز في هذا المجال. طيب لما نيجي نشوف بقى، طب دلوقتي مصر واقعه فيه من الكلام ده، او ليه مصر اللي احنا شايفينها ان هي يعني ده مجال كويس بالنسبه لها ان هي تقدر ان احنا نستثمر فيه؟ اول حاجه احنا الجامعات عندنا بنخرج اكتر من 7000 جراديويتس او يعني متخرج في مجال الاي تي، وده بالجامعات المصرية، وبرضو مع الشغل مع حاجة مثلا زي الاي تي اي، معهد التكنولوجيا المعلومات، ومبادرات اخرى كثيرة بنحاول ان احنا يبقى فيها زيادة للاعداد المتخرجين في المتعدد في الاي تي. الحاجة التانية برضو اللي هي اللي مشجعة ان احنا لقينا ان كمية اعداد الشركات الناشئة او الستارت ابس ان هي من 2005 لغاية 2011 تضاعفت 8 مرات، وده برضو مؤشر إيجابي جدا، ويوري ان هو قد ايه ان احنا في مجال للتطوير، ومجال ان احنا نقدر نكبر هذا عدد هذه الشركات. من ناحية اخرى ان احنا لقينا اننا في اننا المناخ مناسب جدا لهذا المجال. ليه بقى؟ زي ما قلنا ان انا دلوقتي عندي الشرق الاوسط، العالم العربي والشرق الاوسط، هلاقي البوبوليشن بتاعته زي ما اتفقنا 75 مليون واحد عنده اوريدي هاتف ذكي. لو انا بصيت لمصر بالذات، انا عندي زي ما تفضل سيد الوزير، انا عندي نسبه البنتريشن او الدخول المحمول اكتر من 110%. العدد التداخل او الدخول السمارت فونز او الهواتف الذكيه اكتر من 27% وبينمو. يعني احنا كنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا 11%، والنهارده بقينا 27%، فده مؤشر برضو على ان الاستخدامات بالنسبه للهواتف المحموله الذكيه في مصر ابتدى ان هو يزيد جامد. وحسب بعض الإحصائيات إن أنا عندي العدد المستخدمين الإنترنت دولياً 2% منهم جايين من مصر، فده يؤدي إلى برضو إن أنا عندي مستخدمين كتير يقدروا إن هم يستخدموا هذه الأبليكيشن. الحاجة اللي إحنا يمكن برضو ذكرناها أو يعني ضمن المناخ، يمكن إحنا بنقول إن أنا يعني إحنا عندنا محتوى عربي ذاخر جدا وثري جدا، ولكن المحتوى العربي اللي على الانترنت قليل جدا، ان هو يعني بيقدر ان هو لا يتعدى من 2-3%، وده طبعا لا يتناسب مع لا الاعداد المستخدمين ولا على الثقافه العربيه والمحتوى العربي. فالحقيقه لقينا برضو ان دي من هذه المبادره مع تشجيع تطوير التطبيقات على الهواتف الذكيه وباللغه العربيه، تشجع ان احنا نقدر اننا نبقى ده مناخ علشان خاطر التخليق او خلق المحتوى الرقمي العربي ونشره على الانترنت، وبالتالي ان احنا تعزيز هذا المجال. وياتي في العامل الثالث اللي احنا لقيناه، او يعني كان من البيلرز او اللي احنا عشان خاطر ان احنا يعني لهذه المبادره، وهو الجفرمنت سبورت او الدعم الحكومي لهذه المبادره. وزي ما تفضل السيد الوزير ان احنا يعني اطلقنا استراتيجيه الوزاره في النص الثاني من النص الاولاني من 2013، ويمكن معلش هروح للسلايد كده وبعدين هرجع لها ترجع تاني قبل كده. يمكن احنا يعني شفنا الاهداف الاستراتيجيه للوزاره، وزي ما تفضل السيد الوزير ان هو ان احنا نحقق المجتمع الرقمي، ونقوم بتطوير تطوير الصناعه، واستابليشنج او يعني تهيئه مصر انها تكون الممر الرقمي عالمي،
ومع تفصيلة كل واحدة من الأهداف الاستراتيجية دي عندنا 7 أعمدة أو pillars اللي هي بيعتمد عليها إقامة هذه الاستراتيجية، وانطلقت بعد كده إلى أكثر من 20 business plans بنطبق عليهم هذه نطبق التطبيق الاستراتيجية. بس يمكن أنا أقول أن يمكن دي من اللي احنا حطيناها في 2013، ولو نلاقي أن أنا عندي مع الديجيتال سوسايتي أن أنا الموبايل أبليكيشنز والأوبن سورس شايفينهم من 2013 ان دول حاجات هتبقى مهمه جدا ان احنا باصين لها قدام وانها في تنفيذها، وتاتي هذه المبادره ان هي بتعزز وبتدعم هاتين الاتجاهين دول. زائد برضو مع الاندستري ديفلوبمنت ان انا عندي تنميه الصناعه الكاباسيتي بيلدينج، او ان انا تنميه القدرات وال اوتسورسنج والاوفشورنج، لان ده برضو مجال ضخم جدا لتمكين الشباب من هو يقدر ان هو يصدر هذه الابلكيشنز بتاعته بطريقه بسيطه جدا الى العالم العربي، بل برضو للعالم اجمع. فالحقيقه المبادرة ديات واخدة من كذا أو بتحقق في كذا حاجة من الأهداف الاستراتيجية بتاعتنا، سواء بالنسبة لتنمية القدرات أو بالنسبة لريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة، تهيئة المناخ للابتكار بالنسبة للشباب، وباستخدام الموبايل أبليكيشنز والأوبن سورس. فيمكن ده اللي حققت لنا الأوبجكتيف بتاعنا اللي احنا عايزين نعمله، وهو ان احنا نبني سنتر اوف اكسلنس لتطوير المركز تميز في تطوير التطبيقات للهواتف الذكية، وان احنا نحط مصر على الخريطة بالنسبة لي او تشجيع التصدير في للعالم العربي بل للعالم اجمع. وطبعا انا احب الحقيقة ان انا يعني قبل ما انهي الانترفنشن بتاعتي انا اشكر زميلي دكتور حسام عثمان، وهو طبعا في هيئة تنمية الصناعة ومتولي التيك اللي هي يعني في متولية ريادة الأعمال. والحقيقة دكتور حسام كان يعني كنا ماشيين هاند ان هاند واحنا بنديفلوب الكونتنت بتاعت هذه المبادرة، وهنبقى شركاء في تنفيذ هذه المبادرة ان شاء الله في الفترة اللي جاية مع جوجل. وهنا احب ان انا يعني بالتالي ان انا كده حاولت ان انا ادي فكره كده فيها سريعه، ومهندس محمد مراد ان شاء الله هيدينا حاجه تكتب بالتفصيل. شكرا. السلام عليكم. معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، السادة الإعلاميون والطلاب الكرام، سيداتي وسادتي، نفتخر بإطلاق هذا البرنامج اليوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهو من أكبر مبادرات شركة جوجل في مصر حتى اليوم. نرى مستقبلاً مشرقاً للمواهب التي يتمتع بها المصريون، ونحرص على تقديم المساعدة في تنمية قدرات مطوري تطبيقات الجوال أو المحمول أو الأب ديفلوبرز إن إنجلش على مستوى البلاد، حتى نضمن لهم التطور والنمو وتوفير ما يحتاجونه من موارد وتدريب. ستتركز جهودنا من خلال هذا البرنامج في تحفيز مهارات مطوري تطبيق الجوال نحو الانفتاح والابتكار على عدة أجهزة وأنظمة تشغيل، وبخاصة على نظام أندرويد، نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم. كانت بداية أندرويد مجرد فكرة جريئة لرفع المعايير المفتوحة في قطاع الجوال، واليوم يتجاوز عدد مستخدميه 1 مليار مستخدم عالمياً. نحن نؤمن أن تصميم البرامج باستخدام معايير الويب المفتوحة والتراخيص مفتوحة المصدر أو الأوبن سورس كودز يمكن أن تساهم في تطوير الإنترنت بشكل كبير.
تتوفر مختلف خدمات جوجل على نظام أندرويد، مثل محرك جوجل، مثل كروم، مثل جيميل، جوجل بلس، وكافة الأجهزة، كافة أجهزة أندرويد تزود بما نسميه بأفضل ما يقدمه جوجل أو best of جوجل. ويمثل نظام أندرويد منظومة متكاملة ومتواصلة، وجوجل بلاي عنصر أساسي فيها، يلعب دور مهم في تقديم تجربة ترفيهية وسلسة عبر كل الأجهزة. يمكن للمستخدم على سبيل المثال شراء أغنية أو كتاب على الجوال وتتوفر تلقائياً على جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر. جوجل بلاي خدمة توفر أيضاً فرصة اقتصادية كبيرة لمطوري البرامج، يمكنهم من خلال استخدام منصة مجانية والاعتماد عليها في الوصول إلى ملايين المستخدمين. أكثر من 1,000,000 تطبيق موجود حالياً على المتجر، وتم تنزيل أكثر من 50 مليار تطبيق حتى الآن. منذ منتصف عام 2013 بلغ إجمالي إنفاقنا وإنفاق شركة جوجل على مطوري البرامج أكثر من 5 مليارات دولار، وخلال العام الماضي زادت نسبة العوائد التي حصل عليها مطوري البرامج بمعدل أكثر من 2.5 مرات مقارنة بالعام السابق. وتساعد واجهة البيع الجديدة في جوجل بلاي على اكتشاف المحتوى الجديد بسهولة أكبر، كما أنها تميز المحتوى الذي يمثل أهمية كبيرة للمستخدم. فهدفنا الأساسي في هذه المبادرة بالتعاون مع الوزارة هو تمكين الشباب للابتكار وريادة الأعمال، وهذا أمر مهم، من خلال التعليم وتحسين المهارات والمواهب ولتحقيق التنمية والوصول إلى فرص عمل مستدامة. سنقدم البرنامج على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي التعليم، مرحلة التعليم، وذلك بالتعاون مع منصة يوداسيتي المزود الرئيسي للدورات التدريبية المفتوحة والمجانية عبر الإنترنت التي تعرف بـ MOOCs أو Massive Online Open Courses. سيتم تعريبها وتوفير موادها بشكل مجاني ودائم، وسيتم تسجيل 2,000 طالب في البرنامج، وستوفر لكل تلميذ مدرب خاص لمساعدتهم وتدريبه، وسنقدم 2,000 منحة دراسية وعلاوة قيمة لتشجيع الطلاب على إتمام المحاضرات، على إتمام الصفوف والحصول على شهادة في أساسيات أو Android Developer Fundamentals، أساسيات مطوري أندرويد. المرحلة الثانية توفير جولات ترويجية ومنتديات للتوجيه ولبناء شبكة لدعم الطلاب، كما ستعقد مباريتين لدعم أبرز وأفضل المواهب، وسيتم مكافأة 10 فرق أو أفراد بجوائز تصل قيمتها إلى 100,000 دولارات. المرحلة الثالثة تقديم تسهيلات للحصول على فرص عمل من خلال تنظيم 4 معارض توظيف وتدريب التلاميذ على كيفية التحضير لمقابلات العمل. كما سنوفر فرصة للسفر ل10 طلاب لزيارة مقرنا في ماونتن فيو كاليفورنيا، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لشركات أخرى وفرص تدريب بالتعاون مع الشركات المعنية. ونضيف إلى ذلك انطلاق منصة رقمية، يعني ديجيتال بلاتفورم، لتسهيل عمليات البحث عن فرص العمل وتوفر إمكانيات الوصول إلى الوظائف المرغوبة. سيمتد البرنامج على مدى 2 سنين شاملاً 4 فئات تلاميذ. تبدأ أول مجموعة منهم في الربع الثالث من هذا العام على مدة 2 سنين. وأخيراً أريد أن أشكر حضوركم اليوم في هذه المناسبة المهمة لجوجل ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
إننا نرى مستقبلاً مشرقاً للمواهب التي يتمتع فيها المصريون، والفرصة تبدأ الآن مع تعاونكم وجهودكم. في وسعنا أن نعمل لتصبح مصر مركز امتياز في مجال تكنولوجيا الجوال ويصدر المواهب إلى كافة أنحاء العالم. شكراً.